عيد المولد النبوي الشريف، جمعية المبادرة للثقافة والإعلاميات اليوم تحتفل بهذه الذكرى العالية على قلوب جميع المسلمين. معنا السيد حسن غرام رئيس الجمعية الذي سيتحفنا بما سيحمله اليوم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولا الشكر موصول دائما للأخ بوفدام الذي يتابعنا في جميع أنشطة الجمعية. يندرج هذا النشاط في إطار الاحتفال بذكرى المولد النبوي والذي سيصادف كذلك الاحتفال بعيد المسيرة وعيد الاستقلال. سيتخلل هذا الحفل مجموعة من القراء المعروفين على الصعيد الوطني وكذلك بعض القارئات الفائزين في مسابقات دولية. سيكون الحفل إن شاء الله بكل مقاييس حفل زمان قرآني تخليدا لخير الأنام محمد صلى الله عليه وسلم. نتمنى إن شاء الله أن هذا الحفل يروق الجميع ويكون حضور إن شاء الله كبير. وشكرا سي حسن. في هذا الإطار يعني في نفس الإطار كنشوف بأن أغلب الجمعيات يحتفلون ب يعني كثير من القضايا، إلا أن مثل هذه القضايا يعني نجدها مستبعدة جدا يعني من قاموس الجمعيات. ما هي رسالتكم للنسيج الجمعوي؟ الرسالة للنسيج الجمعوي أنه خصنا نخلق واحد النسيج الجمعوي قوي اللي يكون عنده واحد البرنامج لسنوي كي يعني جميع المناسبات الدينيه وكذلك الوطنيه، باش يكون واحد العمل ويكون واحد المردود للساكنه، لان جميع هذا العمل الجمعوي والتقويه ديالو في المردود ديالو غيكون على الساكنه. من طبيعه الحال ان هذا العمل كنقدموا به هو مقدم للساكنه، يعني كيكون واحد التاخي ويكون واحد الاجتماع ما بين هذا. اذا هذا هو الرساله ديالي القويه للجمعيه، انهم يكتفوا من العمل ديالهم ومشاريع ديالهم اللي كلها كتنصب للساكنه وكتعني في واحد العمل اللي كيكون عمل جمعوي جاد. أيضا معنا السيد الأستاذ والمقرئ الشيخ سعيد مسلم اليوم بالمركب الثقافي تيط من الليل اللي غادي يدوي لنا اليوم على هذا الذكرى اللي هي من أغلى الذكريات على قلوب المسلمين ككل، ذكرى عيد المولد النبوي الشريف. سي سعيد مسلم أهلا وسهلا بكم. أهلا وسهلا ومرحبا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. حقيقة يعيش العالم والعرب الإسلامي والعالم الإسلامي ذكرى غالية، ألا هي ذكرى عيد مولد النبوي الشريف. وهذه الذكرى المغاربة كعادتهم معروفون بحبهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ويحتفلون بهذا اليوم العظيم الذي ولد فيه سيد الخلق وحبيب الحق صلى الله عليه وسلم، الذي أنار الوجود بمولده كما قال الإمام بوصيري شيخ المادحين: ليلة المولد الذي كان للدين سرور بيومه وازدهاء، وتوالت بشرى الهواتف أن قد ولد المصطفى وحق الهناء. فحق لنا أن نحتفل بهذا النبي العظيم خاتم الأنبياء والمرسلين. ومن جملة الاحتفال والاحتفاء بهذه الذكرى أن نصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم ونتبع منهجه وسنته في كل أحوالنا وأطوال حياتنا كلها، ونعلم أبناءنا وبناتنا يعني سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، كيف يتأسرون ويقتدون. أول شيء نعلمهم سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، كما قالت أمنا عائشة سئلت كيف كان خلق النبي صلى الله عليه وسلم، قالت كان خلق القرآن وكان قرآنا يمشي فوق الأرض. يعني ينبغي أن نتبع ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم: ما أتكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فهذا هو الاحتفال. وكذلك لا بأس أن المغارب معروفون يوم العيد يلبسون أولادهم أحسن اللباس ويطبخون أحسن الطبخ يعني المعروف عند المغاربة، وتكون هناك يعني فوق السطوح الزغاريد ويعني والصلاة على النبي كطلع البدر علينا وصلى الله على محمد وعلى آله وسلم. وبهذه المناسبة تنظم جمعية مبادرة للثقافة والإعلاميات أمسية قرآنية يشارك فيها ثلة من ألمعي القراء والقارئات بهذه المدينة، مدينة الدار البيضاء. وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على المغاربة
حبهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم وحبهم للقرآن. وأخيرا هذا راجع كذلك إلى مولانا أمير المؤمنين حفظه الله ونصره الذي يعتني ويحتفي بالعلماء وأهل القرآن وأهل القرآن وأهل الله وخاصته. معنا اليوم أحد القارئات وأحد المتوجات بالمسابقة ديال القارئات اليوم بالمركب الثقافي تط من ليل، الأخت فرح البقالي. الارتسامة ديالك وانت كتعيشي الأجواء ديال هذا اليوم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. سعيدة جدا بتواجدي معكم اليوم في المركب الثقافي بتطمليل لحضور الأمسية القرآنية التي نظمتها جمعية المبادرة. الحمد لله دازت الأمسية في جو جميل، شنفت أسمع عن القارئات المتميزات ما شاء الله مع الأستاذ سعيد مسلم، ونتمنى يبقوا يتعودوا هذه المبادرات إن شاء الله بين حين وآخر. إنسان مهما ضاع القرآن كيردوا، أي حاجة تلفاتوا القرآن اللي كيرجعوا. الله يوفق كل واحد، الله يستر الأمور. زينب البهان، استمعنا إليك في كثير يعني من المرات. زينب النبهان بالمركب الثقافي تط من ليل، اليوم ما هو شعورك نحو هذه الذكرى الغالية على قلوب جميع المسلمين؟ بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا لكم جريدة الوطن العربي على هذه الالتفاتة الطيبة. صراحة شعور جميل جدا أننا نحتفل هذا اليوم بذكرى مولد رسول الله عليه الصلاة والسلام. نظمت مبادرة الثقافة والإعلاميات هذا العرس القرآني. صراحة نحن نشتاق، وما أحوجنا لمثل هذه الحفلات الدينية اللي كيجيو لنا القراء صراحة من جميع أنحاء المملكة، ويعني وكيشنفوا الأسماع وصراحة يريحون القلوب. شعور فياض صراحة. يعني دائما تحت شعار ورتل القرآن ترتيلا، والله سبحانه وتعالى وصانا يعني بقراءة القرآن. زينب يعني شنو هو يعني الرسائل اللي غادي تبعتي للشباب بصفة عامة؟ كما يعلم الجميع القرآن هو واحد الراحة، واحد الروح جميلة. يعني اللي كيحفظ القرآن واللي كي على بذكر الله يطمئن القلوب، يعني اللي كيحفظ القرآن واللي كيهتم بالقرآن ما كيشوف غير الخير، سبحان الله ما كيشوف غير الخير خدامه، لأنه ما يمكنش عندك ذاكرة وقلب مملوء بالقرآن الكريم ما يمكنش تكون حياتك غير الراحة. الذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، فالجهاد هنا يعني نعم. جهاد النفس، جهاد الروح، جهاد باش الانسان يعني يوصل نعم لهذا المقام العالي. نعم. كلمه اخيره رسالتي للشباب والامهات والاباء يعني بصفه عامه، انهم يحفظوا ولادهم القران ويغرسوا فيهم هذه القيمه، يغرسوا فيهم هذا الخير الكثير، انهم يجعلوا ولادهم حاملين لكتاب الله، ويعني ويكون همهم الاكبر ماشي هي الدنيا، ولكن همهم الاكبر هي الاخره، ويحفظهم القران، لأنهم صراحة غادي يرجع اليوم هما كالوالدين بالخير، والأبناء والأحفاد ويعني وكل شيء. كنتمنى من الله عز وجل أنه يعني أنه يصطفي من عباده من يشاء، فالله يوفق الجميع لهذا الخير، والله يحفظهم والله يهديهم جميعا. يعني زينب، جعلنا الله سبحانه وتعالى من الذين اصطفاهم في الدنيا وفي الآخرة، وجعلنا من حفظة كتاب الله سبحانه وتعالى، وجعلنا من أهل القرآن وخاصته، ويسر أمورنا جميعا. كنا معكم من المركب الثقافي تط من ليل، قناة الوطن العربي، محمد بوفدام.